موفقين ان شاء الله. جبرتكم دوم الله يحفظكم. موفقين. مع عشق لبنان وبرات لبنان يلي بيفكر انه بيقدر يشلب تيار المستقبل. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: في ناس عم تحاول تصطاد بالماء العكر، فأنا برأيي خيطه بغير مسلي. الحريري بعد لقائه قائد الجيش: لا أحد يشكك بالمؤسسة العسكرية ولها منا كل الدعم السياسي. نحن كنا خايفين من الإرهاب، خلصنا منه، مع الأسف صار في عنا فلتين داخلي. عون أمام وفد اقتصادي: نعمل على محاربة الفساد وتطوير الاقتصاد. انطلاق الجولة السادسة من محادثات جنيف السورية، وإيران تطالب بتعميم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد: لبنان يملك القدرات الكافية لجذب الاستثمارات في القطاع الصحي. وفي الرياضة: بوتاس يحرز سباق جائزة النمسا الكبرى في الفورمولا 1. أهلا بكم. تحقيق شفاف تجريه المؤسسة العسكرية مع بعض أفرادها على خلفية وفاة عدد من الموقوفين السوريين إبان توقيفات مخيمات عرسال. هذا ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إثر استقباله قائد الجيش العماد جوزيف عون ووزير الدفاع يعقوب الصراف. وقد شدد الرئيس الحريري على الدعم السياسي الكامل للمؤسسة العسكرية، داعيا إلى عدم التشكيك بالجيش اللبناني. وللمزيد ننتقل مباشرة إلى السراي مع مراسلتنا مها ظاهر. ماذا أيضا في كلام الرئيس الحريري وأجواء هذا الاجتماع؟ نعم سلمان، بالفعل فإن الرئيس سعد الحريري حرص على عقد مؤتمر صحفي وإلى جانبه قائد الجيش جوزيف عون، إضافة إلى وزير الدفاع يعقوب الصراف، بعد أن أثير الكثير من الكلام في الأيام الماضية، بعد أن كشف المكتب الإعلامي للرئيس الحريري عن أنه اتصل بقائد الجيش ودعاه إلى اجتماع هنا في السراي الكبير. الرئيس الحريري حرص على هذا المؤتمر الصحفي لقطع الطريق أمام كل ما حكي في الفترة الماضية حول هذا اللقاء وحول مضمون هذا اللقاء وشكل هذا اللقاء. ففي الشكل قال الرئيس الحريري بأنه هو دائما على تواصل مع قائد الجيش، أما عن مضمون اللقاء فأنه أكد بأن الهدف كان هو الإطلاق، يعني هو الدعم الكامل للجيش اللبناني بعد العملية الناجحة والكبيرة والنوعية كما وصفها الرئيس الحريري في مخيمات النازحين، والتي أدت إلى إلقاء القبض على بعض من يعني كانوا يريدون تفجير البلد كما قال الرئيس الحريري. هو أكد بأن الجيش أقام إذن بعملية كبيرة ونوعية، ولولاها لكنا أمام مشكل كبير في البلد، والجيش دخل إلى مخيم فيه 10,000 نازح، وأن هؤلاء النازحون عادوا إلى المخيم بسلام وبأمن، وبأن ما حصل لجهة الأربع أشخاص الذين سربت الصور والأخبار بأنهم ماتوا جراء التعذيب، قال بأن الجيش يحقق في هذا الموضوع، قيادة الجيش تحقق بهذا الموضوع، وهو دعا إلى عدم التشكيك وقال ممنوع التشكيك بتحقيق قيادة الجيش. الرئيس الحريري لفت إلى أن هناك من يريد أن يصطاد بالماء العكر بيننا وبين المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية، وهو ختم بالتأكيد على أن هناك من يحاول خلق فتنة وخلاف، وأننا يد واحدة وكف واحد في وجه من يريد ضرب أمن البلد. بهذه العبارة ختم الرئيس الحريري مؤتمره الصحفي كما ذكرت، وإلى جانبه كل من وزير الدفاع وقائد الجيش. نستمع إلى أبرز ما قاله الرئيس الحريري خلال هذا المؤتمر الصحفي في السراي الكبير. الجيش اللبناني دخل على مخيم في 10,000 شخص، والحمد لله ما كان في جرحى، 10,000 شخص فاتوا الجيش وعمل عملية كبيرة، وصار انه يعني اكتشف الجيش انه كان في محاولة كتير كبيرة حسب معلومات كانت معطات، وهن قادرين يجيبوها. اليوم في محاولة انه وضع وفي حادثة الاربع جثث السوريين. هذا الموضوع الجيش، قيادة الجيش عم تقوم بتحقيق واضح وصريح، وما حدا يشكك
بهذا الموضوع، لأنه الجيش اللبناني حريص على المواطنين والمدنيين أكثر من أي فريق آخر. فلذلك محاولة زرع أي توتر بين الجيش اللبناني أو القيادات العسكرية بلبنان اللي عم يشتغلوا ليل نهار لتجنيب لبنان أي مشكل إرهابي بالبلد، هذا مرفوض. التشكيك بالتحقيق اللي عم تقوم فيه قيادة الجيش كمان مرفوض، لأنه يعني بس لحتى أقول لكم معلومة، في عدة مرات بكون في عندنا معلومات، قيادة الجيش عندها معلومات عن إرهابيين موجودين وقادرين يوصلوا لهم، بيلغوا العملية لأنه في مدنيين وعارفين حالهم أنه حيصيبوا المدنيين. هذا الشيء يعني لأنه الجيش حريص على أنه يتبع القانون ويتبع كل هالأشياء. فنحن بالنسبة لي الدعم السياسي للجيش اللبناني هو دعم غير مشروط. قيادة الجيش دائما بتحرص على المدنيين قبل ما أي أحد يحكي بهذا الموضوع. المؤسسة العسكرية لا تشوبها أي شبهات. وبعدين في ناس عم تحاول تصطاد بالماء العكر، فأنا برأيي خيطه بغير مسلي. وأنا بدي يعني في طلع كلام أنه أنا عم بستدعي قائد الجيش، أنا دائما على اتصال بقائد الجيش يمكن شي 3 أو 4 مرات بالأسبوع، بنحكي على التليفون، بنشوف بعض، يمكن اليوم بالإعلام، بس في كتير محلات من دون إعلام. حبيت أنه يكون هذا بالإعلام لأنه في لغط وفي حكي وفي محاولة يعني زرع فتن بالبلد. ترأس رئيس الجمهورية ميشيل عون في قصر بعبدة اجتماع للمنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيرى انطلاق أعماله غدا الثلاثاء في مجمع لبيال. عون وفي معرض تأكيده على تعزيز الوضع الاقتصادي أشار إلى أن لبنان تخلص من الإرهاب لكنه لا يزال يعاني من الفلتان الداخلي، ولفت رئيس الجمهورية إلى أن الجهود منصبة لمحاربة الفساد، مؤكدا أن المطار بات مقفلا نهائيا أمام التهريب. مستقبل الواقع الاقتصادي في لبنان محور محادثات رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع وفد من المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة في بعبدة. عون أشار إلى أنه يجب تأمين المال والاستقرار بالإضافة إلى التقدم الصناعي لإكمال عوامل الإنتاج ودعم الليرة، ولفت إلى أن الاقتصاد اللبناني لا يستطيع الاستمرار في الدين، ومن غير المقبول انتظار الأسواق العالمية للعمل. وتطرق الرئيس عون إلى الإرهاب والفساد كاشفا عن نوع من التواطؤ بين اللبنانيين والسوريين لتهريب البضائع عبر ممرات برية غير شرعية. نحن كنا خايفين من الإرهاب، خلصنا منه، مع الأسف صار في عنا فلتين داخلي. طبعا فلتين داخلي صاير بحجم كبير خاصة عند السوريين، وهيدا كمان عم نحاول نضبطه اليوم، واكيد رح نتوصل النتيجة مثل ما توصلنا مع الإرهاب اللي كان هو اخطر وكان عنده امكانات اكثر. الجمارك الشرعية مرفق بيروت والمطار صار عم ينضبط، انضبط وبعتقد المطار نهائيا مسكر على التهريب. بالتغيير اللي صار 80 يوم زاد المدخول، نقصت البضاعه المستورده من خلال مرفق بيروت 15%، وبالعكس زاد دخل الوارد من وسائل جمرك هون 6%، يعني 77 مليار ليرة أو 80 يوم اللي مرقوا. طبعا في إمكانية الزيادة قد ما الجمرك بيقدر يضبط، وهلأ عم تزيد المراقبة على الحدود.
بعد ما تسكرت الحدود 100%، لأن في مسالك خارج إطار الطرق، وهيدي بسبب الحروب على الحدود صار في كتير طرقات ترابية بيقدروا يفوتوا منها. من جهته وضع وزير الاقتصاد رائد خور الرئيس عون في تفاصيل التحديات والمشاكل التي يواجهها القطاع من جهة، والحلول التي يجب أن تقوم بها الدولة لدعمه من جهة أخرى. يشكل هذا الحدث الذي تنظمه الوزارة برعاية فخامة الرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون وبالتعاون مع مصرف لبنان الدورة الأولى لسلسلة من المنتديات السنوية القادمة، والتي سوف تغطي مواضيع مختلفة تعني بشكل مباشر بتحسين بيئة الأعمال في لبنان ووضع آلية محفزة للاستثمار وتأمين استمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تحدياتك تحدياتنا هو عنوان المنتدى لهذا العام، والذي يستمر طوال يوم الثلاثاء ويتضمن مداخلات ونقاشات عملية وبناءة بين ممثلين رئيسيين لقطاعين العام والخاص بمشاركة وزارة الطاقة والاتصالات ووزارة الصناعة والسياحة، إضافة إلى المصارف وممثلين عن المجتمع المدني والدولي ومؤسسات غير الحكومية. من السرايا الحكومي دعا النائب إبراهيم كنعان جميع الكتل إلى المشاركة في اجتماعات لجنة المال للتوصل إلى إقرار الموازنة في مجلس النواب. أجواء عمل لجنة المال والموازنة النيابية طيلة الشهرين الماضيين اطلع عليها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، الذي قال إن العمل متواصل لإقرار الموازنة العامة في مجلس النواب لأول مرة منذ 12 سنة إذا سارت الأمور كما يجب، مشيرا إلى أنه ستتم الدعوة إلى جلسة للجنة مساء الأربعاء وجلستين يوم الخميس. قطع الحساب كمان حكينا دستوريا وقانونيا، وطلبت وتمنيت على دولة الرئيس أنه الحكومة تقارب هذا الموضوع من الزاوية الدستورية والقانونية، وهذا أمر ضروري، ولمست عنده حرص على يعني احترام الدستور واحترام القانون، وهذا أمر جيد جدا، خاصة نحن بوضع بحاجة لإصلاح مالي وبحاجة لوضع سقف للإنفاق والاعتمادات، وفي إصلاحات كتير كبيرة نعملت بها الموازنة. هيدي الاجتماعات رح تبعها مع دولة رئيس مجلس النواب، طبعا فخامة الرئيس عندي كل الجو ورأيه باحترام الدستور حازم. الرئيس الحريري التقى رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، الذي لفت إلى أنه تمت الموافقة على فتح الخطوط الكندية خطا مباشرا إلى بيروت، على أن لا تسير شركة طيران الشرق الأوسط أي رحلات مباشرة لمدة سنتين إلى كندا تسهيلا لعمل الشركة الكندية. أضاف الحوت: لقد اتخذنا قرارا بفتح خط مباشر لطيران الشرق الأوسط إلى مدريد، ومن المتوقع تنفيذ ذلك في شهر نيسان أو أيار من العام المقبل. وكان الرئيس الحريري رعى احتفال لجنة مهرجانات بيروت الدولية بياف، والتي أهدت دورتها الثامنة إلى روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري. اللجنة كرمت عددا من الشخصيات الاجتماعية والفنية. تقرير شرب العبود. معا نطلق الدورة الثامنة من مهرجانات بياف. للرئيس الشهيد رفيق الحريري أهدت مهرجانات بيروت الدولية للتكريم بياف نسختها الثامنة في حفل أقيم في الزيتون باي في قلب العاصمة برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور حشد من أهل السياسة والفن والفكر. مبدعون كثر من لبنان والعالم العربي والعالم كرمهم بياف وسط أجواء ساحرة وتقنيات استثنائية أعطت للمهرجان وضيوفه صورة مختلفة عن أي مهرجان آخر. ولحظة تكريم الإعلامية المناضلة من شدياق فاجأ الرئيس الحريري الحاضرين شخصيا. هيدا الدرع من بياف بدي أقدم لك إيه لنحطه على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري. أنا اليوم كتير فخور أن يكون بيناتكم وبين هالجو اللي بيفرجي أنه لبنان قادر أنه يرجع يعيش، وإن شاء الله حيعيش مهما كل الصعوبات اللي عم نواجهها أمامنا. اليوم أمامنا شهيدان حيان يمكن عانوا الكثير يعني بس لما حصل اللي حصل
ولكن قرروا أن يعيشوا وقرروا أنه يفرجوا أنه الحياة بلبنان هي حياة لازم نعيشها ولازم نكمل هالمشوار. هي صورة مشرقة من بيروت ولبيروت، صورة تشبه حلم رفيق الحريري بلبنان الفرح، لبنان العاشق أبدا للحياة. وللبنان بدي أقول له لبنان نحن هيك بدنا إياك، تبقى طلوع واسمك معلق بحسابنا، ما في شمس لولاك كل يوم تشرق على الدنيا كلها. شكرا. أكد عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش أن زمن المحاذل الانتخابية ولى بعد إقرار القانون الانتخابي الجديد. وخلال حفل تخرج طلاب وطالبات في عكار العتيقة، دعا النائب حبيش إلى العمل يدا واحدة وخوض هذه التجربة الجديدة بتأن وانتباه، لافتا إلى أننا دخلنا اليوم عصر المرشحين الأقوياء وعصر الماكينات الانتخابية المنظمة. دخلنا اليوم زمنا النسبية وصوتها التفضيلي. إنها تجربة جديدة علينا أن نخوضها شعبا ومسؤولين، علينا أن نخوضها بتنبه وتأن. ففكرة اللوائح والمحاذل ولت، وفكرة تجيير الأصوات من مرشح لآخر ولت، وفكرة المرشحين الذين لا قاعدة لهم ولد. فأمامنا ما يقارب 10 أشهر، فإذا أردنا تحقيق الانتصار فما علينا إلا أن نكون منظمين متنبهين ملتزمين. علينا أولا كفريق سياسي أن نحسن اختيار مرشحينا، وعليكم بالمقابل كناخبين ومؤيدين أن تحسنوا اختيار مرشحكم. فهنا تكمن المشكلة وهنا يكمن الحل. وتتابعونا في هذه النشرة بعد الفاصل. القوات العراقية تخوض آخر المعارك مع فلول داعش غربي الموصل. أهلا بكم من جديد. بدأت في جنيف اليوم جولة جديدة من المحادثات السورية، والتي تجمع وفدي النظام والمعارضة برعاية الموفد الأممي الخاص ستيفان دي مستورا، في وقت طالبت إيران بتعميم اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد. مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب السوري، تعقد في جنيف النسخة 7 للمحادثات التي تجمع وفدي النظام والمعارضة برعاية من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا. دي مستورا أعرب عن تفاؤله بانعكاسات إيجابية لاتفاق وقف إطلاق النار جنوب سوريا. ويستكمل طرفان النزاع في هذه الجولة بحث جدول الأعمال السابق المؤلف من 4 محاور، هي الدستور والحكم والانتخابات ومكافحة الإرهاب، بالتزامن مع اجتماعات تقنية تتناول مسائل قانونية ودستورية. وعقد وفد النظام جلسة محادثات مع ديمستورا الذي تعهد ببذل جهود كبيرة في الدفع بمسيرة المحادثات الحالية. ورحب المتحدث باسم وفد المعارضة يحيى العريضي باتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، ودعا إلى تعميم هذا الاتفاق على باقي المناطق السورية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابية في الاتفاق الأخير هي إبعاد إيران وميليشياتها عن هذه المنطقة. ومن طهران دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إلى توسعة اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا على وقف إطلاق النار في جنوب سوريا ليشمل أنحاء البلاد كافة، ورأى أنه لن ينجح أي اتفاق من دون أخذ الحقائق على الأرض في الاعتبار ميدانيا. وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب حيز التنفيذ، أقدمت قوات الأسد على استهداف عدد من المدن وبلدات درعا بالصواريخ وقذائف الهون. ونشر مكتب التوثيق في جنوب سوريا 6 خروقات لقوات الأسد والميليشيات الداعمة لها، فقصفت ريف الكنيطرة الشمالي بقذائف الهون وبلدة النعيمي شرق درعا، وتعرضت أطراف قرة الوردات في اللوجات بريف درعا لقصف مدفعي، بالإضافة إلى أحياء درعا المحررة بقذائف عدة. تخوض القوات العراقية اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش في إطار تقدمها لاستعادة آخر مواقع التنظيم غرب الموصل غداة إعلان تحقيق النصر الكبير في المدينة.
غداة إعلان تحقيق النصر الكبير في مدينة الموصل وتحريرها من تنظيم داعش، تخوض القوات العراقية اشتباكات قوية مع التنظيم في إطار تقدمها لاستعادة آخر مواقعه غرب الموصل. القائد في قوات مكافحة الإرهاب الفريق ركن سامي العارضي أكد أن العمليات في مراحلها الأخيرة أو تقريبا على وشك الانتهاء. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي زار الموصل وقرر تأخير إعلان النصر النهائي احتراما لأولئك الذين ما زالوا يقاتلون. إلا أن ورغم تحرير مدينة الموصل ثاني أكبر المدن العراقية، لا يزال تنظيم داعش يسيطر على مناطق مهمة في محافظات عراقية أخرى ومنها تل عفر. تقع تل عفر بين الموصل والحدود مع سوريا المجاورة، وكان عدد سكانها يقدر ب200 ألف شخص قبل أن يسيطر عليها تنظيم داعش صيف عام 2014، وكان أغلب سكانها من التركمان. الحويجة وتقع في محافظة كركوك وتشكل مركز منطقة واسعة خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في محافظة تسيطر عليها القوات الكردية. مناطق غرب الأنبار، ويسيطر داعش على مناطق ممتدة على نهر الفرات في محافظة الأنبار بينها القائم القريبة من الحدود مع سوريا. ورغم استعادة القوات العراقية أكبر مدينتين في المحافظة هما الفلوجة والرمادي، فلا يزال من الصعب الدفاع عن المناطق الحدودية مع سوريا. يصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم إلى الكويت لبحث تطورات الخلاف الخليجي وسبل احتوائه، وذلك في إطار جولة خليجية تقوده لاحقا إلى قطر والمملكة العربية السعودية. حراك دبلوماسي مستمر في الكويت دعما لجهود الوساطة التي يقودها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة الخليجية الراهنة. فوزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون الذي التقى ليلة الأحد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة يحط اليوم في الكويت لبحث تطورات الخلاف الخليجي وسبل احتوائه، ليكون رابع مسؤول دولي يزور البلاد منذ الأربعاء الماضي بعد ناظريه الألماني زيغمار جابرييل والبريطاني بوريس جونسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فلتمن. وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن جولة تيلرسون الخليجية ستستغرق 4 أيام يزور خلالها الكويت وقطر والسعودية، وهي تهدف إلى السعي لإحراز تقدم نحو حل الأزمة بين السعودية والبحرين والإمارات ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى. وقد أوضحت وزارة الخارجية أن واشنطن تشعر بقلق متزايد من احتدام الخلاف واستمراره لفترة طويلة. بالتزامن أجرى مستشار الأمن القومي البريطاني مارك سدويل محادثات في الكويت مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، على أن يجتمع مع تيلرسون مساء الاثنين بحضور وزير الخارجية الكويتية الشيخ صباح الخالد ضمن الجهود المبذولة لحل الأزمة الخليجية. إلى ذلك جدد مجلس الوزراء السعودي شكره لجهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، مشددا على أن الشعب القطري هو جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي. من جهة ثانية وفي مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأعضاء المجلس بالأمير محمد بن سلمان لمناسبة اختياره وليا للعهد، كما أعرب العاهل السعودي عن خالص الشكر والتقدير للأمير محمد بن نايف على ما قدمه من جهود. إلى الأراضي المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بحجة أنه حاول تنفيذ عمليتي دهس وطعن ضد جنود الاحتلال بالقرب من بلدة تقع جنوب شرق بيت لحم. تبدأ في وقت لاحق من اليوم الدورة 44 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في ساحل العاج. القمة التي تستمر يومين تناقش الأزمات الإقليمية ودور المنظمة في مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، لا سيما الجهات التي تمول الإرهابيين. أخلي مبنى البرلمان البريطاني لفترة وجيزة بعد إطلاق إنذار الحريق قبل أن يعيد المبنى فتح أبوابه إثر انتهاء حالة طوارئ. من جهة ثانية، سيطر رجال الأطفاء في لندن على حريق شب في سوق بمنطقة كامدن ماركت، وكانت إدارة الإطفاء أعلنت أن أكثر من 70 رجل إطفاء و10 عربات إطفاء موجودون في الموقع، في حين لم يعرف سبب الحريق كما لم يعلن عن سقوط جرحى أو ضحايا. أصيب شخصان بجروح طفيفة في اليوم الرابع من مهرجان مصارعة الثيران
السنوي في بلدة بامبلونة الإسبانية. وكما في كل عام توافد آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا المهرجان التقليدي، حيث يركضون أمام الثيران إلى جانب السكان المحليين في شوارع المدينة. وتتابعونا في هذه النشرة بعد الفاصل. مطالبة بحل بلدية الفاكهة تنفيذا لقرار شورى الدولة. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. ماذا في أخبار الاقتصاد مع باسر الخطيب؟ شكرا لك سلمان، أهلا بكم إلى أخبار الاقتصاد. لبنان يملك القدرات الكافية لجذب الاستثمارات للقطاع الصحي، وقد حافظ على الرغم من الصعاب التي مر بها على مرتبة متقدمة بين دول الإقليم والمنطقة في هذا القطاع. بهذه الكلمات افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حصباني ملتقى بيروت الدولي للصناعة الصحية، والذي أطلق خلاله التغطية الصحية الشاملة لكل مواطن. تقرير محاسن حلب. أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حصباني استراتيجية القطاع الصحي في لبنان خلال رعايته ملتقى بيروت الدولي للصناعة الصحية الذي تنظمه وزارة الصحة للمرة الأولى بالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، وذلك في فندق فينيسيا بيروت. هذه الاستراتيجية الجديدة ستساهم بتأمين التغطية الاستشفائية الشاملة وتوفير كلفة الاستشفاء على المواطن والدولة في آن معا، وتأمين فرص استثمار كبيرة تجعل من لبنان نموذجا للتنمية الصحية يحتذى به ومصدر فخر لنا جميعا وللمنظمات الدولية التي تدعمه. الأمين العام الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور محمود فكري لفت إلى أن التغطية الصحية الشاملة هي من أساسيات التنمية المستدامة، إلا أن الحصول على التكنولوجيات الصحية المضمونة الجودة والمأمونة والفعالة لا يزال تحديا كبيرا لابد من التصدي له. رئيس مجلس إدارة مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي أشار من جهته إلى أن لبنان ورغم كل الأزمات التي يمر فيها لا يزال مرجعية طبية في المنطقة. وبما أن العمل الناجح قابل للتكرار، فإن النجاح المحقق اليوم يدفعنا إلى تحويل هذا الملتقى إلى حدث دوري، وعليه فإننا وبالاتفاق مع معالي الوزير سنعقد الدورة الثانية أواخر شهر شباط من العام المقبل إن شاء الله. وقد نوقشت في المؤتمر محاور متعددة أبرزها تحديث وحوكمة قطاع الصحة ومستقبل صناعة الدواء اللبناني والفرص الاستثمارية في مجال السياحة الصحية وتطوير تكنولوجيا القطاع من خلال الدعم الذي يقدمه مصرف لبنان. بعد غياب دام لخمس سنوات تستأنف شركة الخطوط الوطنية الكويتية الوطنية نشاطها يوم غد، ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية فإن رحلات الشركة ستركز في المرحلة المقبلة أو الأولى على نحو 16 وجهة، أهمها مصر والإمارات ولبنان وعمان وإيران، إضافة إلى الهند وباكستان وبعض الوجهات الأوروبية. وستنطلق الشركة في العمل بقوة ومتانة، حيث قامت المجموعة بتعزيز رأس مال الشركة وتسديد معظم الالتزامات المترتبة عليها، وذلك إثر نجاح المجموعة في أن تصبح أكبر مالك في الشركة. يذكر أن شركة الخطوط الوطنية الكويتية علقت رحلاتها عام 2011 بعد تعثرها المالي، ومن المتوقع أن تكون عودة الشركة للربحية بعد ثلاث أو أربع سنوات من الآن، وذلك حسب خطة الشركة التي تسعى لإدراج أسهمها في البورصة الكويتية. إذن بات أمام اللبنانيين الذين يسافرون بين الكويت وبيروت خيار جديد للسفر من خلال هذه الشركة. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء. وتتابعونا في أخبار الرياضة بعد الفاصل. روني سعيد بعودته إلى إيفرتون. أهلا بكم من جديد وإلى أخبار الرياضة مع الزميلة هبة زيدان. مساء الخير،
أقيم امبارح السباق السنوي سباق السباح وسيم ناصر للمسافات الطويلة انطلاقا من صيدا وصولا إلى مسبح ريفيرا ببيروت، وانطلق السباحين الساعة 6:30 الصبح من جزيرة صيدا، وقد وصل البطل السوري محمد صالح بعد 9 ساعات إلى ريفيرا الساعة تقريبا 4:15، حيث احتل المركز الأول قاطعا أكثر من 40 كيلومتر، كما شارك فرقة تتألف من 4 سباحين تعاونوا على قطع المسافة. وكان المهرجان الرياضي برعاية ريفيرا جنرال ووتر، علما بأن البطل والسباح وسيم ناصر كان قد قطع المسافة بين بيروت وصيدا عام 2012. بدي أذكر بأنه هالمهرجان الرياضي بيت حدث سنوي وتم توزيع فيه الجوائز طبعا على الفائزين بفندق ريفيرا لاحقا. عاد أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وين روني إلى الفريق يلي بدأ معه مسيرته الاحترافية نادي إيفرتون بعد 13 عام قضاها مع الشياطين الحمر. وشارك روني صاحب ال 31 عام خلال مسيرته مع اليونايتد ب 559 مباراة، سجل 253 هدف وأحرز معه لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات وبطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. وكشف روني أنه كان يرتدي قمصان إيفرتون بمنزله مع أطفاله، وأضاف أنه الشعور رائع بالعودة إلى إيفرتون وأنه حافظ على صمته بشأن ارتداء ملابس إيفرتون نظرا لموقعه، إلا أنه كشف عن هذا الأمر بعد عودته إلى فريقه الأول. وصد بعثة مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيخوض الفريق معسكر تدريبي بلوس أنجلوس بيتخللوا مباريات ودية ضد مواطنو مانشستر سيتي وفريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ببطولة كاس الأبطال. أحرز سائق فريق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس امبارح الأحد لقب جائزة النمسا الكبرى المرحلة 9 من بطولة العالم للفورمولا 1، متفوقا على متصدر ترتيب البطولة سائق فراري الألماني سيباستيان فيتيل. وسيطر بوتاس على غالبية مراحل السبق يلي انطلق فيه من المركز الأول، محققا فوزه الثاني بمسيرته على رغم اقتراب فيتيل منه باللفات الأخيرة، وحل بالمرتبة الثالثة سائق فريق ريد بول الأسترالي دانيال ريكاردو، متقدم على زميل بوتاس البريطاني لويس هاملتون يلي كان قد انطلق من المركز الثامن. وبحلوله أمام هاملتون تمكن فيتيل من توسيع الفارق بصدارة ترتيب بطولة العالم للسائقين إلى 20 نقطة، أما بوتاس فعزز موقعه بالمركز الثالث بترتيب بطولة العالم مع 136 نقطة. نجحت البطلة الأولمبية الجامايكية إيلين تومسون بتحقيق الفوز مجددا بسباق 100 متر للسيدات خلال فعاليات لقاء لندن لألعاب القوى ضمن منافسات الدوري الماسي، لتثبت مرة جديدة أن المرشحة الأقوى ببطولة العالم لألعاب القوى الشهر المقبل، وذلك رغم أنها كانت ترتدي أحذية تدريب. وقد بدأت الجامايكية تومسون سباقها بقوة وحافظت على أدائها حتى خط النهاية لتحقق الفوز، وما جعل الانتصار أكثر إثارة للإعجاب هو أنه كانت عم تفوز وعم تحقق هيدا الرقم وهي عم ترتدي أحذية التدريب من أجل تجنب الإصابة. وبعد السبق قالت تومسون: الأحذية التي أمتلكها سببت لي ألما، لذا فضلت أحذية التدريب المسطحة. هذا كان كل شيء بأخبار الرياضة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. في ناس عم تحاول تصطاد بالماء العكر، فأنا برأيي خيطه بغير مسلي. الحريري بعد لقائه قائد الجيش: لا أحد يشكك بالمؤسسة العسكرية ولها منا كل الدعم السياسي. نحن كنا خايفين من الإرهاب، خلصنا منه، مع الأسف صار في عنا فلتين داخلي. عون أمام وفد اقتصادي: نعمل على محاربة الفساد وتطوير الاقتصاد. انطلاق الجولة السادسة من محادثات جنيف السورية، وإيران تطالب بتعميم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا. وتابعتم في الاقتصاد: لبنان يملك القدرات الكافية لجذب الاستثمارات في القطاع الصحي. وفي الرياضة: بوتاس يحرز سباق جائزة النمسا الكبرى في الفورمولا 1. هذا كل شيء حتى الساعة، ابقوا معنا في أي جديد. إلى اللقاء. موفقين في دبرتكم دوم. موفقين. ما عيش في لبنان وبرات لبنان يلي بيفكر إنه بيقدر يشلب سيارة المستقبل.